بلدنا دي والله والله الذي لا اله غيره دائره يقعدوها جد في الواقع شفتها يراجعوا لهم الشغله دي من العقيده فوق الله واحد الله واحد بيسوي شكله في السودان ده يمشوا لقدام زول مؤذن يا ناس مؤذن بيمسك الميكروفون اشهد ان لا اله الا الله تجي تشرح لا اله الا الله في المسجد المؤذن بيجر الحديده بيديك بيها يا حاج انت جالس ما قلتها في الاذان انت بتقول زي بيوت الله مكتوب فيها ممنوع الحديث الا باذن من اللجنه لجان جابوها عشان تصلح المساجد لجنتها مره واحده ناس بيحاربوا الله في بيته يا اخي ناس ساوين ازعاج في بيت الله سبحانه وتعالى ناس مجارمه وجبنه والله جبنه والله اعداء الدين ده جبنه لانه الواحد لو مسكته من اضاني اللي بيقيفوا ضد الدعاة ديل لو وديته بيت وزير ولا رئيس بيت بتاع وزير ولا رئيس قول له هنا دي امنع الناس يتكلموا في بيت الوزير جوا قال لك وي دي سعادته كمان والله دي ودوك محل الشمس ما بتشوفها في بيت الوزير امشدوك ورقه اقول ممنوع الحديث في بيت وزير تقدر لك يا زول نجيب احترامنا نستخدم الساتر لما نمرق بادبنا اعظم الوزير ولا الله اعظم الوزير ولا الله اعظم الله في بيت الله بتاع دوك ورقه ليه في بيت الله بتمنع الناس يمدحوا الله ليه تمنع الناس يدافع عن الله ليه وهنا غيرتك عن الدين على دين الله سبحانه وتعالى لو واحد مسكوه من جلابيته ادوه شلوت وادوه كف وبنيه شالوا قروشه بيسكت ولا بيفتح بلاغ ويجر عكاز ويضارب انت في 20 جنيه حقتك مش شاكل لما انت تسيل السكاكين حق الله يشيلوا الصوفيه ليه ما انت شاكل اعظم حقك ولا حق الله سبحانه وتعالى ليه تدافع عن شيوخ دجاجله زول زي الخدميه يقول الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر طفلتنا ونار موسى اضاءت من محاسننا والطور دق وموسى خر منصعقا لما راى النور اجلالا لهيبتنا ايوب لما دعانا قالوا ايوب دعا الختميه ما دعا الله ايوب طلعوه مع الصوفيه ايوب لما دعانا عند بلوته اجابه الله اجلالا لدعوتنا ديل ما بتعاديهم ليه ما شفت ابراهيم عليه السلام عمل شنو واذ قال ابراهيم لابيه ما عمه ولا خاله ولا ناس بيته سايب ولا اهله لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين كم وين المواقف القويه دي وين الله سبحانه وتعالى قال في القران وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وناس في المساجد سلبيين غريبين والله غريبين لو جا زول برا بيغموا له قالوا هوي في زول بيغموا له هنا كلهم بيتضايقوا جد لو زول شاكل اولادهم جد بيسيلوا عكاكيزهم تقوم انت تتكلم في الجامع ده يمنعك يتفرجوا ساي ولا بهيجوا ولا بقول له دارين نسمع ولا بقول له يا زول ده بيت الله ولا بقول له يا زول خلي الزول ولا اي شيء قال ابن كثير في التفسير هذا الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه قام غضبة لله الزول ده قام ليه يتكلم ما كان كاتم إيمانه ليه يتكلم قال لما قال فرعون ذروني أقتل موسى يا ناس خلوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن طوالي قام قال له يا ناس يا ناس تقتلوا نبي والنبي ده قال لكم شنو؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا ناس توحيد ما ذا لنه؟ عشان كده الله غرقهم أبو الدين أبو العقيلة وبلدنا دي بالطريقة دي. والله نحن نأمن والله الذي لا إله غيره الليل عليه خوف لأنه دي حفلات شغالة لأن الليل الفنانين في البلد دي مرتاحين أكثر من الدعاة. ما قصدنا مرتاحين في المال أي زول دارقنا بالحلال الله يغنيه وده الكروج ما حلال لكن نحن بنقصد مرتاحين الناس يحترمون. فنان يا أخي دي البلد تتقم على حيرة هو الأستاذ الكبير والفنان وإلى آخره. هستي لو في حفلة هنا دي البيت ده بشيل الناس والله قيل شفت تلقى قرد مصنقر فوق اللمبة دي تك وكل كلامه فارغ زايد فنان أوك وناي وإلى آخره ويتم مالك في النهاية البلد بس الفرقان والفتيحات والكلاكلة والهنا ما في أي موضوع كله فارغ زايد فنان احترموه. وزول بيقول الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يزلوه يشاكلوه يدقوه قبل يوم ضربونا في هنا من هنا تر في المنابر وأعمامك عجائز لو ملينا يدينا بنفرتكم مسمار مسمار لكن ديننا بيقول لنا نتأدب معاهم. تمشي الأسواق تتكلم يعارضوك يعارضوك الحكم السابق طبعا لما طبعا نزل لأنهم دون تكلم ديل السابق أخوي شقيقين في البلد سوى حلقة في السوق قال قال الله تعالى الآية الأولى وقال تعالى الثاني وقال تعالى الثالث وقال تعالى الآية الرابعة جد مسكوه ودوه للقاضي. القاضي جاء دا يحكم عليهم جاء سكران من السوق سكران وقف قال يا مولانا يا مولانا أقول له قال أربع آيات تمسكوه وأنا سكران تخلوني شغلتكم دي كيف سكران يا أمة سكران قال له أربع آيات الزول ده قالها لسه ما شرحها تمسكوه وأنا سكران تخلوني زحوا السكران وغرموا أخونا ده 5 مليون يعني أي آية غرموا فيها 1,250,000 دي أمة تمشي لقدام بعد فترة رجعوا الحكم أخذي كلها لخبة يا أخي أخذي بلبلسها يا أخي والله الذي لا إله غيره أخذي كلام عجيب يا أخي.